السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف بسيط جدا. صديق ليا ممتاز جدا في الانجليزي، انا بعتمد عليه في حاجات كتير جدا في الانجليزي، ممكن مثلا بيساعدني في حاجه بتاع، لكن هو فعلا من افضل الناس اللي انا شفتها في الانجليزي. واي جمله، اي عباره، فيلم، قصه، كتاب، كان بيسد بشكل حلو قوي، تمام؟ وانا واثق فيه، يعني الراجل اشتغل كتير مع ناس اجانب وكان كل شغله معاهم، وهو ما بيفكرش على طول، يعني الانجليزي ده بالنسبه له اسهل من العربي. فطلب منه من شركه من الشركات ان هو يكتب مقاله بالانجليزي، فهو كتبها وبعتها للسكرتيره، فالسكرتيره قالت له ممتاز، لكن انا لقيت بعض الاخطاء بين قوسين اللغويه، تمام؟ فهو كل تواضع من غير ما يتنرفز ولا تريق ولا حاجه خالص، قال لها طب لو سمحت عرفيني الاخطاء ديت عشان ما اقعش فيها تاني. فقالت لها خلاص انا صلحتها. قال لها معلش حقي ان انا اعرف ايه الاخطاء عشان ما يحصلش الخطا تاني. فما ردتش عليه وما بعتلوش، لكن هو بعد فتره هي بعتت على الواتساب ان في اخطاء، فخد باله وبص عليها، فاكتشف ان هي استعانت ببرنامج من البرامج اعتقد جرامري اللي هو بيصلح الاخطاء اللغويه، فاوجد بعض الحاجات. في فرق ان في شخص بيستعين مثلا الانجليزي عنده ضعيف، فبيستعين مثلا بترجمه جوجل، فبيعمل له الترجمه، ترجمه جوجل من افضل الترجمات اللي موجوده، سيبك من الناس اللي تقول لك الموقع ده افضل او لا، هو حتى الان جوجل افضل، لان هو بيستعين بخوارزميات معينه، وبيستعين برضو بالترجمات بتاعه الامم المتحده، يعني هو اطلع عليها وشاف النسخه الاصليه والترجمات فبيتحسن، فبيديني اجابه احسن. لكن طبعا لما بترجع لواحد محترف ممكن يبقى عنده حاجة غير الكمبيوتر مقيد بيها، تمام؟ يعني ممكن هو يبقى عنده اقتراح معين للترجمة، لكن الخبرة بتحكم، والمعرفة وإن أنا بكتب بالإنجليزي للأمريكان نفسهم أو للناس اللي بيتكلموا باللغة دي، فبكون عندي مصطلحات معينة بحطها، ممكن في بعض الحروف الربط بين الجمل بيتحط بشكل او ممكن ما تحطش. اقصد ان الخبره نفسها بتفرق، يعني الكمبيوتر بيبقى مقيد بحاجات معينه، فلو اللي بيستخدم البرنامج جرامر ده واحد محترف بالانجليزي اكيد هيستفاد اكتر، يعني اكيد مثلا هياخد باله ده في نقطه او نقطتين غلطت فيهم، انما لو واحد مش محترف بالانجليزي، وده بتكلم عن اي حاجه في الذكاء الاصطناعي عموما، يعني لو واحد مش محترف انجليزي هيشوف ان كل ما الكمبيوتر يقترح عليك اقتراح هيوافق عليه، يوافق عليه، هيوافق عليه، رغم ان ممكن بعضها ما يكونش مظبوط، تمام؟ ممكن الاقتراح ده بيناسب جمله تانية او مش في موضوعه او نفس الكلام ده. واخطر حاجه في الطب والهندسه، في الطب ممكن يقول لي على علاج مش واخد باله ان هو متعارض مع علاج تاني، او مش واخد باله ان هو متعارض مع الحاله بتاعتي، او ان انا عندي فحوصات معينه او احتمالات كتير جدا. هو انت بتقول له انا عندي مثلا كذا، ممكن اصلا يفهمها بشكل عكسي، يعني يكون انت عندك اسهال يجيب لك حاجه فيها اسهال، او يديك حاجه ضد الاسهال وتعالج من الاسهال، لكن هي متعارضه مع مرض تاني عندك. فلذلك محدش ياخد الذكاء الاصطناعي ده غير لما يكون عنده خبره في القصه دي. يعني ممكن واحد يقول لك ايه، والله انا الذكاء الاصطناعي ده هخليه يكتب لي كتاب عن مثلا كل حكام مصر من ايام نار مينا لحد اللي موجود دلوقتي، وكل واحد فيهم هو اللي يكتب لي كل حاجه. طب ما ممكن غلطه في النص، ممكن يكون في اختلاف، ممكن يكون في كذا، لازم يكون انا دارس تاريخ عشان لو في غلطه اخلي بالي منها القطها، يعني ما اروحش اقول له اجيب لي الدواء الفلاني، لان انا شفت مواقع دلوقتي بتخليك تكتب لها الحاجه ويقول لك الحاجه دي مناسبه او مش مناسبه او لسه مجرب واحد امبارح ودخلت قلت له الاسبرين، فراح قال لي فوائده واضراره والحاجات دي كلها، ومشكورا كتب لي في الاخر ما تاخدوش غير لما ترجع للطبيب، انا مجرب بس بعرفك بالدواء بيستخدم فيه، تمام؟ لكن لو حد مش متعلم هيروح قال لك انا هوفر فلوس للدكتور وبعد كده يدفع كل فلوسه عشان يعالج نفسه من الحاجات دي. فرجاء اللي يستخدم الذكاء الصناعي يكون فاهم في التخصص بتاعه. ما ممكن انا اقول لك ايه، انا ما فهمش في الهندسه، اخليه يصمم لي بيت، فيصمم لك البيت لكن عمل الانشاء غلط، او عمل تصميم جمالي غلط، او ما خدش باله من الحاجات اللي في الجنب، الجيران، لازم اراعي البيئه الطبيعيه والبيئه الصناعيه
البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقها، ما استخدمش مواد من خارج البيئة، وما استعملش حاجة ضد المباني المبنية حواليا إلا في استثناء واحد، لو المباني اللي حواليا مش محترمة البيئة، وممكن ما يكونش شكله جميل، أو ممكن ما يكونش فيه العوامل المعمارية. فحتى الآن الشخص الخبير بيتغلب على الكمبيوتر في النقط بتاعته، وبيكتسب قوة. يعني الخبير بيكتسب قوة، بيبقى سوبر خبير لما بيستعين بالذكاء الصناعي. يعني كان الناس بتتكلم ان كاسباروف اتغلب من الكمبيوتر، لكن اللي معرفوه او اللي ما اتقالش او اللي ما اكملش في القصة، انه بعدها بايام قعد في دور الكتاب وقفل على نفسه الباب، لان كان البشرية كلها عقد املها على المباراة ديت، انها تثبت انها اقوى من الآلة. لان كان في قبل كده مسابقة، كان جايبين حد يحفر وقال التانية بتاعت حفر، وتحدي ان الانسان ولا الآلة، وتقريبا الشخص اللي هو قاعد يحفر ده يعني بذل كل طاقته، لان كل الناس عقد امل عليه، لدرجة ان هو مات بعدها على طول. كاسباروف عاش في دور الكتاب، وبعد كده خرج من دور الكتاب. ليه ما نبقاش في دمج بين الآلة والعقلية البشرية؟ هو كاسباروف من ضمن الناس المفكرين يعني، فقال لك انا ممكن يبقى في كمبيوتر معايا وادخل مباراه، لكن اللي ياخد القرار بالنقله انا ممكن اتشاور مع الكمبيوتر، وممكن الكمبيوتر يديني اقتراحات، وممكن الكمبيوتر يفكر معايا و و و، لكن صاحب التفكير النهائي هو كاسباروف اللي هو لاعب شطرنج، هو الوحيد اللي محقق ان هو يحرك. تمام، يبقى في خلاص انا عندي استعداد بذكائي ومعرفتي بلعب الكمبيوتر، وانا كنت كاسب بطل العالم مع الكمبيوتر نفسه، احنا الاثنين نتحد ونعمل فريق ونتحدى العالم كله في لعبه الشطرنج. برضو المهندس يستعين بالكمبيوتر، ما يجيش واحد يقول لك لا انا هستعين بيه. كنت اعرف واحد في شركه من الشركات، كان هو تخصصه شركه تخصصها انشاء، تمام، وممكن مثلا عايز يحط مكنه تكييف، وهو عملها 100 مره قبل كده، لكن يروح متصل بشركه بتاع التكييف ويسالها، ويبعت فعلها فلوس الاستشاره وكل الحاجات دي عشان ما يفتيش. يعني ده مش تخصصي، دي مش لعبتي، فانا وانت ما نفتيش نفسنا في الطب، ما نقولش الذكاء الصناعي هيبنينا، ما نستعينش بيه في الفتاوى في الدين، مش هيقدر يفتيك، لازم تكون انت عندك علم في الدين عشان تعرف هل الفتوى صح ده ولا غلط. فالاحسن تسال شيخ، والشيخ هو اللي استعين بالذكاء الصناعي، مش واسطه مش واسطه، بس هو عشان لو زلت قدماه لا تزل اقدامنا. يعني مش عايزين نقول نحن كمبيوتريون ولو ضل الكمبيوتر لضللنا، لا، احنا بنستعين باهل العلم، واهل العلم ممكن سواء مهندس او دكتور او محامي او يستعين بالكمبيوتر. انت ممكن تستعين بالكمبيوتر في ان هو يحل لك كل القضايا تحتك، لكن حتى الان درجه الثقه فيها يعني بنسبه 80%، فعندك نسبه 20% خطا، ما تورطش نفسك في مشكله. تمام، يعني فكر الاول واستعين باهل الخبره، واستعين بالذكاء الاصطناعي، وربنا يوفقك ان شاء الله.